لمفاجأة نهاية الفاصل الأول، بسملة نجمة المنارة أو كوكب المنارة، يلي كان يشجيك أنيني اللي هنسمعها دي، اللي لحنها أستاذنا الكبير رياض الصنباطي. حيا للأستاذ محمد رياض الصنباطي تحت الحبايب، اللي كتبها أحمد رامي. أحمد رامي بقى ليه حكاية جميلة قوي في الأغنية دي. ليه؟ التقى بيه أستاذنا الكبير طارق حبيب من حوالي 30 سنة أو أكتر، كمان أكتر من 30 سنة، في برنامج كان اسمه أوتوغراف. فبيقول له حاجة، الحكاية دي كانت شغلة بالي أنا، كل اللي بيحب الشعر الحكاية دي كانت شغلاهم. ربنا في كتابه العزيز بيقول: الشعراء في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. والحكاية دي كانت قلقاني قوي، لغاية لما هو حلها في لقائه مع طارق حبيب. قال له زي ما ربنا قال: الشعراء يقولون ما لا يفعلون. أنا في اللي كان يشجيك أنيني قلت: عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك. وأنا برضو اللي في حيرة قلبي قلت له: وعزة نفسي منعاني، بقى هنا عندي عزة نفس وهنا ذليل. هو ده الشاعر اللي هو في كل واد يهيم. هنسمع ياللي كان يشجيك أنيني، ودي أغنية صعبة قوي، اتغنت سنة 49 وفضلت تغنيها لغاية آخر 59، يعني 10 سنين. كلمات للشاعر الكبير شاعر الشباب أحمد رامي، والألحان للموسيقار رياض الصنباطي. وهنسمعها من 49، بس هي غنتها لغاية 59. هنسمعها من بنت صالون المنارة، اللي بقت زي ما أنا بقولها، زي ما كنا بنقول على أم كلثوم سنة 28، الآنسة أم كلثوم، الآنسة بسملة كمان. Thank you.
كل غريب وواسي وواسي كل غريب أضحك مع الفرحان وأبكي مع البكي أضحك مع الفرحان وأبكي مع البكي صباح تحب الحب من بعد عشق الحبيب أهل
حكلي طير.